إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب على نفسه الوحدانية والبقاء والخلود، وكتب على سائر مخلوقاته الفناء والزوال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، سبحان العلي القدير. احتار الأعرابي في خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فسأل: من أدبك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أرسله المولى تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله المولى تبارك وتعالى للعباد ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقف سيدنا بلال بن رباح على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم إني أشهدك يا رب العالمين أن عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خيرا، وعن والدينا خيرا، وعن الإسلام خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم أما بعد، فأسأل حضراتكم وأستحلفكم بالله أن تدعوا لي بالتوفيق والتثبيت، وأن أمتثل يا رب العالمين لما أقول. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، هذا الشهر المبارك شهر ربيع ولد فيه أحب خلق الله إلى الله. اللهم حببنا فيك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. آمين يا رب العالمين. يخرج علينا أحد المستشرقين مؤلف الكتاب أسماه العظماء من أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويروي لنا سيدنا جابر بن عبد الله فيقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا ليستظل تحت شجرة بعد غزوة قد غزاها، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستريح، فتركنا له شجرة ظليلة أي كثيفة الأوراق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق سيفه البدار على إحدى
يستريح. فإذا بكافر يتسلل إلى مكان حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأخذ السيف من على غصن الشجرة ويضعه على أشرف عنق خلقه المولى تبارك وتعالى وهو عنق الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قائلا له من يعصمك مني يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يد العربي فأخذه الحبيب اسمع إلى خلق الحبيب صلوا عليه فأخذه الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذ السيف ووضعه على عنق هذا الكافر سائلا إياه من يعصمك مني الآن قال يا محمد كن خير الآن قال صلى الله عليه وسلم اشهد أنه لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فقال الكافر لا يا محمد ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك أبدا ولا أنتهي إلى فئة تقاتله فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم لحال سبيله فانطلب إلى أهله فدعاهم في صعيد واحد وقال لهم يا معشر الناس لقد جئتكم من عند خير البشر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم شهادة كافر وشهادة مستشرق كافر أيضا العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ولنترك هذا جانبا لأن عندنا الصديقة بنت الصديق فقد ذهب إليها نفر حديث عبد من الإسلام مجموعة من الناس دخلت الإسلام حديثا فذهبوا إلى أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة صفي لنا يا أم المؤمنين صفي لنا خلق رسول الله فقالت الصديقة بنت الصديق كان خلقه القرآن ولنذهب سويا إلى الشيخ الفاضل رحمة الله عليه الشيخ عبد الحليم محمود ألف كتاب فيه فصل يتكلم فيه أو يتحدث فيه عن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم فأسمى هذا الفصل خلق الحبيب من خلال إسلام الوجه لله صلوا على الحبيب فالكلام هنا لشيخنا الفاضل عبد الحليم محمود فيقول مع أن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة قالت في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن إلا أن هذا يحتاج منا بيانا وتوضيحا القرآن أو الخلق القرآني داخل بين دفتي المصحف الشريف على مراتب شتى المرتبة الأولى يتحدث أحيانا عن المقتصد ويتحدث عن المقربين ويتحدث عن أصحاب اليمين ويتحدث عن السابق والخيرات فكان لزاما على المحدثين أي الذين يفسرون أحاديث رسول الله أن يوضحوا لنا ما قاله
الشيخ عبد الحليم محمود في هذا الموضع، فيقول: ونضرب لذلك مثالا من القرآن الكريم في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي أن واحدة بواحدة، وهذا قمة الإنصاف وقمة العدل. ولنذهب إلى الحبيب سويا، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس؟ السؤال هنا كان يعامل الناس وليس الفئة المسلمة المؤمنة الموحدة بالله، كيف كان يعامل الناس جميعا؟ وهنا يحضرني يوم الفتح، رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة: يا رسول الله، أمر عليك يوم أشد من أحد؟ فيقول لها: يا عائشة، لقد لقيت من قومك. ويروي أنه عندما ذهب لدعوة ثقيف والطائف ورفضوا دعوته، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تزل لكم العجم، وتملكوا بها العرب، وإن قلتموها كنتم ملوكا في الجنة. رفضوا هذا، بل قال لهم الحبيب: تكتموا علي الخبر، فأفضحوا الخبر، ثم سلطوا غلمانهم وصبيانهم أن يقذفوا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدميه الشريفتان. فيروي لهم من السيدة عائشة فيقول: رجعت وأنا مهموم على وجهي، لم أستفق إلا بقرن السعالب. قرن السعالب مكان بين ثقيف والطائف وبين مكة، في الرجوع إلى مكة. فوجدت غمامة تظلني، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم سحابة، فنظرت إلى السماء فإذا بأخي جبريل قائلا لي: السلام يقرئك السلام. وعلم ما حدث وما دار بينك وبين قومك، ومعي أخي ملك الجبال مأمور بما تأمره به. فنظر إلي ملك الجبال قائلا لي: السلام يقرئك السلام. مرني يا محمد عليه الصلاة والسلام، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به أحدا. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس واحدة بواحدة كما في الخلق القرآني في المرتبة الأولى؟ لا والله. اسمع إلى سيدنا معاذ بن جبل، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا يوم الفتح، فإذا بسيدنا معاذ: يا رسول الله، هذا يوم الملحمة، يا رسول الله، هذا يوم الملحمة، اسمع إلى رحمة المهدى والنعمة المستوى والصواب المنيع. يقول الرسول: يا لا يا سعد، بل هو يوم الملحمة. تراحم وتعاطف. ماذا كنت تقصدين يا أمنا أم المؤمنين عندما سئلت عن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم فقلت: كان خلقه القرآن؟ يحضرني الآية
والكاظمين الغيظ. الله سبحانه وتعالى في قرآنه يبين لنا درجة أعلى وأسفل من درجة واحدة واحدة، وهي درجة كظم الغيظ. الحبيب صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في حديث يرويه لنا سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فيقول: ما تبرع عبد، اسمع الى الوصف، ما تبرع عبد جار عهد افضل من صيغه التفضيل، افضل من ما تبرع، يعني ما بدع او ما شرب عن طريق الفن، ما تبرع عبد جار عهد افضل من جرعه غيظ يقسمها ابتغاء مرضات الله. يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم كظم الغيظ بانه جرعه او شربه او لقمه تلوكها في فمك ثم تبلعها، ابتغاء من؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. ينادي منادي من قبل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أين المتسامحين فيك؟ يجلسهم المولى تبارك وتعالى على منابر من نور، يخبطهم الأنبياء والشهداء في منزلة عليا تحسدهم الأنبياء وتحسدهم الشهداء. الحسد المحموم، التمني أن يكون في مثل هذه المنزلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والقاظمين الغيظ. ثم تأتي درجة أعلى وأسمى، والعافين عن الناس. أحد الصالحين كانت تصب له جارية الماء وهو يتوضأ، فإذا بالإبريق ينزلق من يدها فيشق رأس هذا الرجل الصالح، فنظر إليها نظرة غضب فأسعفها التربية الإسلامية التي تربت عليها، فنظرت إليه وقالت: يا إمام والقاظمين الغيظ. قال: قضمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة الأسمى والدرجة العليا من الأخلاق القرآنية، وهي درجة الإحسان، بعد واحدة واحدة وقصد الغيظ والعفو تأتي درجة الإحسان. يوم الفتح يجمع جميعه، يجمعه في صعيد واحد. كانوا أخرجوه من قبره وكانوا أدنو قدميه شريفتين، وأخرجوه من مكة مهاجرا إلى يسر التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة تشريفا لقدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم. يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون: أخ كريم، ابن أخ كريم. الآن أخ كريم، ابن أخ كريم، وبالأمس قالوا عليه ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا أشر، وقالوا كذا وكذا وكذا، وأخرجوه من مكة. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بالتراحم وبالأخوة وبالمحبة، ونقول كل مرة في لقائي لحضراتكم، أقول: ما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إلا من أجل تصحيح المفاهيم الأخلاقية. يقول له:
لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم طلقاء. يسأل الشيخ عبد الحليم محمود ويجيب فيقول: على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان خلقه القرآن، فماذا كانت تقصد أمنا؟ هل خلق الحبيب في المرتبة الأولى من القرآن أم الثانية أم الثالثة أم الأسمى والأعلى؟ فيجيب فيقول: هناك آية في كتاب الله كتبت للحبيب صلى الله عليه وسلم بأحرف مأمونة، يقول فيها المولى تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فلنذهب سويا إلى علماء اللغة العربية. الواو واو القسم، إنا للتأكيد، إنك أنت، الكاف للمخاطب. المولى تبارك وتعالى يخاطب حبيبه: وإنك لعلى، اللام لام التأكيد أيضا. يقول علماء اللغة العربية: الجملة الإسمية في حد ذاتها مؤكدة، في حد ذاتها فهي مؤكدة، وكأن المولى تبارك وتعالى جاء بأربع تأكيدات وبواو قسم. لا إله إلا يؤكد على حقيقة، ومن أصدق من الله قيل. يؤكد بأن هذا الإنسان الكامل المكمل وهو الحبيب المصطفى على خلق عظيم. فيقول المفسرون وعلى رأسهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيقول: وإنك أنت يا محمد على دين عظيم، فالخلق هو الدين والدين هو الخلق، بما أمرك الله سبحانه وتعالى من أوامر وبما انتهيت عنه من منهيات. ويقول تلميذه سيدنا عكرمة، تلميذ سيدنا ابن عباس، يقول: أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخلق في الجبلة، أي في العجينة التي عجن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم مؤمنون. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، يتساءل الشيخ فيقول: على الرغم من أن هذه الآية التي زين بها قلوب العاشقين للحبيب صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن هذه الآية أسدت قلوب المحبين لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقط
أو رسولا مكتبا يماثل خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جميعا نعلم أنه يوم الإسراء والمعراج إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ماذا وجد؟ وجد جميع الأنبياء وجميع المرسلين مصطفين في استقباله لكي يأمره في الصلاة. اسمع إلى الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا إمام المسلمين وإمام المجاهدين وزعيمهم بالإخلاص هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت هناك الأخلاق قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم موجودة، ولكن كان يشوبها شيء من النقصان. اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين من قبلي، كمثل رجل بنى بناء فحسنه وجمله، حسنه وجمله إلا موضع لبنة. كلنا كفلاحين نعلم ما هي لبنة الطوبة النية إلا موضع لبنة. فكان كلما مر أحد بهذا البناء تعجب، ما أحسنه، ما أجمله. هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة؟ يا حبيبي يا رسول الله، لم ينفر صلى الله عليه وسلم الأخلاق السامية التي أسسها ووضعها النبيون من قبله، وإنما كان يشوبها شيء من النقصان، فأتم الله سبحانه وتعالى به الدين وأتم به النعمة. يا رب لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم إني داعي فأمنه، اللهم اغفر لنا ذنوب كلها حتى لا يلقى من ذنوب شيء، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر لوالدينا كما وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اسقنا من يد الحبيب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم انه احل ضيفا عليك وانت اكرم الاكرمين، فاكرم نزله يا كريم. اللهم عامله بجودك وكرمك وفضلك، ولا تنصب له ميزان عدلك، فإننا لا نستطيع الوقوف أمام ميزان عدلك، ولكن تغمدنا برحمتك الواسعة كما تغمدت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا حبيبك، اللهم شفع فينا حبيبك، واسقنا من يده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها. عباد الله،